السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا باحسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كنتمنى يكون مفيد. هذا المكان ديال الخياطه في الجهه ديال الكتف، بطبيعه الحال هذه تحريفه ديال اليد، وهذا العنق وهذا الكتف. الخياطه كيف ما كتلاحظوها ديال الماكينه، ها هي تنيتها على جوج باش الخياطه تجي في الوسط ما تجيش مكركبه، وعملت لون مغاير باش تشوفوه. غير نلصق هاد الحجر هادو ونخيطهم، نزول هاد الخيط هذا بطريقة سهلة. كنتنيو على جوج جهات وكنخيطوها عادي. علاش كنعمل هاد الطريقة هادي؟ باش ما تبقاش الكركبة هنا. دابا عندوزو للتطبيق ديال الأحجار. فهنا عندي إن شاء الله مجموعة ديال الأحجار إن شاء الله هنعملهم. ها هما الشكل الاولاني، هو هاد اللوزه هادي الصغيره، والشكل الثاني هو هاد اللوزه هادي الكبيره، وكاين هادي هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها، وكاين هاد المعين هذا، وباقي واحد الحجره اخرى. ها هي هادي. كي لا يسقسيني شنو هو الاثمنه ديال هادو، صراحه كتختلف من محل لمحل. ابتداء من هادي كتسبع 4 ديال الدراهم، هادي 12 دراهم، هادي 4 دراهم، هادي 8 دراهم، كتبقى على حساب نتوما الجوده اللي بغيتو. بطبيعه الحال غنخلي المسافه ديال الكم اللي هيلصق هنا، وغنخلي 3 حتى 4 سنتيم ديال المطع ديال السفيفه ديال العنق. أيوا غنبداو. طبيعة الحال راه أنا عملت هاد الرشمة هادي في الورقة، وعملتها حتى تطبيقيا باش نشوف الرشمة كيفاش تجيني بالضبط. غنخدم في الوسط هكذا، ونسيت نوريكم المربع اللي خدمت. ها هو كنجي من الخلف ديال الحجره وكندور اللصق بشويه، يعني ما نعملش واحد الكميه اللي هي كبيره هكذا. هاد الزواقه هادي عتجي في الجهه ديال الكتف، الوسط ديال الكتف، وفي الراس ديالكم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الرشمه هادي وتجربوها. وكيف قلت لكم انا الاحجار كيبقى على حسب الميزانيه، كل ما عملنا الحجار مزيانين كل ما الرشمه غتنقمله اغلى. نتوما كتخدموا الزواقه على حسب التساع اللي عندكم، فبامكانكم تعملوا اي زواقه بغيتوها. هنا جينا الحجر اللي كبير، وفين بامكاني نشوف هاد الزواقات هادو. تطبيق بينتريست فيه جميع الزواقات ديال هادو، بامكانكم تستعملوهم. فقط كتبوا تنبات بالاحجار وغيطلعوكم موديلات مزيونين بزاف، وكنتمنى تستافدوا منهم. هنا هنعملوها بالمقلوب. ملي سالينا هاد الشكل هذا، غنجيو لهاد الدوائر انا عملوهم هنا. كنتمنى الطريقه تكون مفهومه، ما فهمتوش اي حاجه قولوها لي، وانا ان شاء الله نشرح لكم في طبيعه الحال في موديل اخر، لان هذا قفطان خدمته وبغيت نشارك معكم الموديل.
باقي مليان سالي وهادي، غنشارك معكم حتى لكم وراسلكم حتى هو باش تستافدوا من الرشمه كامله ان شاء الله. ملي سالينا هاد الزواقة غنجيو المعينات غنعملوهم في هاد المكان هذا، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ماشي ملزومين باش تعملو نفس الرشمة اللي كنعمل انا. هاد الرشمة هادي بامكانكم تعملوها عوض القيطان، عوض العقاد، بامكانكم تعملوها وسط الرندة، بغيتو تعملوها في الحزام، بغيتو تعملوها في القفطان جنب السفيفة، كيبقى على حسب الذوق ديالكم فين بغيتو تعملوها. انا معليا هنوريكم الطريقة كيفاش كنخدمها وكيفاش كنوزع الاحجار. ما يمكنش تلصقوا مباشرة على الثوب بلا ما تجربوها في الطرف ديال الثوب، فانا جربتها وجربتها وجربتها حتى نجحت معايا الطريقة، عادت عملتها ليكم. ودابا غنجي للموطع ديال هادي وغنعملو هنا. وهذه ان شاء الله اخر حاجه راه غنعملو هي. وحنا سالينا الزواقه، ها هي كتجي في الكتف. الطريقه ديالها كيف ما شفتو سهله، غنتسناوها تيبس واحد شويه وديك الساعه عادك غنغرزوها بالخيط والابرة. ضروري الخيط والابرة دي انكم كتسقسوني واش يمكن نكتفي فقط باللصق، لا ضروري نخيطوها بالخيط والابره. نتسناوها تيبس على الخطر ديالها وديك الساعه نوريكم لكم ان شاء الله الطريقه ديالو حتى هو سهله. دابا جينا لكم الراس ديالكم هو هذا، طبيعه الحال كنتسناو لكم على جوج، ها هو بهذه الطريقه هذه، وكنعمل الخيط في الوسط باش يبان لي المنتصف ديالكم، ما نعملش جهه اكثر من جهه باش الزواقه تجيني في الوسط ديالكم. نبدا بهاد الحجره هذه حتى هي، حتى هو كنكون عملت الزواقه وجربتها، او يمكن تعملوا التليفون قدامكم باش ما تنسوش الزواقه. نعمل دوائر هنا هنا، نعمل لوزات اللي كتخاف عندك تعمل معوجة فترشم، تعمل هير القلم وصافي، لان ما يمكنش ترشم الدائرة وهذاك، تعمل هير القلم وعيسهل عليها. كي لي سقسيني على الثمن ديال هاد الحجار هادو، الا شريتهم بهاد الجودة هادي فبامكانكم توصلوا حتى 400 درهم ديال الجوهر واكثر.
وبإمكانكم تعودوهم بالحجر الرخاصين. لأن كل واحد صراحة والميزانية ديالو، فكاين الناس اللي كيبغيو يفرحوا براسهم ولكن مع الأسف كيجيهم هادشي غالي وكيعملوه بالناقص. بغيت نقول لكم بأن كل واحد وشنو كيقدر عليه، المهم عندنا هو الإتقان. فكاين بعض الحاجات غالية وكتكون ماشي متقونة صراحة كتجي خايبة بزاف، وكاين الحاجة اللي كتجي رخيصة في نفس الوقت كتجي متقونة وكتجي مزيونة. فهذا هو اللي يكون هاد الزواق هادية اللي هتكون في راسلكم. عندي الجهة ديالكم من الجهة ديال هنا، وانا من ثلاثة ديال الزواقات من هادو. انا عمل وحدة هانتوما رشمتوها في الوسط وجوج عيجيو في الجناب. شاركت معكم جميع الحاجات اللي عملتهم في هاد القفطان باش ما تقولوش سلمى ما كتشاركش معنا الحاجة من الاول الى حتى النهاية. وهذا هو الموديل ديال اليوم. شاركت معكم الجهة هذه اللي عمرة والجهة ديال الراس ديالكم والجهة التحتانية ديالكم، يعني شاركت معكم الموديل كامل. المهم كيف ما قلت لكم غنخلي هادشي حتى يبس مزيان عاد غنخيطو بالإبرة والخيط. طبيعة الحال الخيط خصو يكون بنفس اللون ديال الثوب باش ما يجيش باين. فكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، ومع فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا.